بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم بدنا نحكي عن نوع جديد من أنواع اللوجيك، يلي هو عبارة عن Predicate Logic. بهذه المحاضرات راح نتعرف إيش يعني Predicate، راح نتعرف على مصطلح Quantifiers، راح نأخذ القوانين اللي موجودة عندي في Predicate Logic، عملية Translation، كيف نحول جمل مكتوبة عندنا باللغة الإنجليزية إلى Predicate Logic، وآخر شيء كيف ممكن نستنتج معلومات جديدة من معلومات already موجودة عندنا. هلا قبل ما نبلش نحكي عن البريديكت لوجيك، خلينا نحكي ليش ما نستخدم البروبوزيشن لوجيك. هلا البروبوزيشن لوجيك شفنا فيه تطبيقات مختلفه للبروبوزيشن لوجيك، زي بالدوائر الكهربائيه او ممكن بسيستم سبيسيفيكيشن او بعمليات السيرش والى اخره. هلا مشكله البروبوزيشن لوجيك، مش كل شيء بقدر امثله باستخدام البروبوزيشن لوجيك، مش كل المعلومات اللي انا بدي اياها ممكن استنتجها باستخدام البروبوزيشن لوجيك. خلينا نشوف هنا مثال بسيط. افترض انا في عندي جمله بتقول لي جميع الطلاب في ماده الديسكريت ماث نجحوا في الامتحان النهائي. هذه معلومه. عندي معلومه ثانيه انه احمد طالب في ماده الديسكريت ماث. من هذول المعلومتين انا بقدر استنتج انه احمد نجح في الامتحان النهائي. تمثيل المعلومات على شكل جميع الطلاب all students، او مثلا A student، مثلا في عندي طالب واحد على الأقل نجح في الامتحان، ما بقدر أمثلها باستخدام البروبوزيشن لوجيك، وهذا الإشي راح نشوفه في البريديكت لوجيك. كيف نمثل زي هذه المعلومات بطريقة رياضية، وكيف ممكن نستنتج باستخدام مجموعة من القوانين معلومات جديدة. فزي هذا المثال لو قدام شوية راح نشوف كيف ممكن نستنتج بطريقة رياضية هذه المعلومة. هلا في البداية خلينا نحكي إيش يعني predicate. predicate ببساطة هي عبارة عن صفة، نقدر نحكي صفة لمتغير معين أو أكثر من متغير. بالعادة الـ predicate بتحتوي عندي على variables. خلينا في البداية نتعامل مع predicate على الأعداد، وبعدين نشوف أمثلة تانية إنه ممكن الـ predicate صفة لأشخاص، ممكن صفة لمدن، وراح نتعرف على أمثلة مختلفة. بس بالبداية خلينا نبلش عندي بالأعداد. لما اجي احكي عندي x اكبر من 3، هذا عبارة عن predicate، هذه الصفة او شرط ل x انه قيمته اكبر من 3. ممكن ال predicate تحتوي عندي على اكثر من متغير، زي هذا ال predicate x تساوي y زائد 3، قيمة x تساوي قيمة y زائد 3. ال predicate بالعادة عشان اسهل التعامل معاه خصوصا بالقوانين راح نعطيه رموز، زي ما في ال propositional logic اعطينا رموز p و q و r، ال predicate logic برضه راح نعطي رموز، برضه راح نستخدم نفس الرموز P و Q R، بس هون راح نستخدم capital letter. وبالعاده البريديكت بيجي معاه برضه عباره عن variable، فراح نستخدم مثلا P of X، معناته انا هذا البريديكت بيحتوي على one variable، او مثلا P X Y اذا بيحتوي عندي على two variables. خلينا نشوف عندي هون مثال للبريديكت. افترض انا عندي البريديكت P of X اللي هو عباره عن X اكبر من 3، هذا عباره عن البريديكت P of X، X اكبر من 3. هلا predicate بصيغته p of x انا ما بقدر احكم عليه هل هو true او false، بس بالنهايه predicate logic هو عباره عن logic، ولازم بالنهايه انا بدي اوصل لقيمه true او false. طب كيف بدي اعرف هذا predicate هل هو قيمته true او false؟ في عندي طريقتين للpredicate logic عشان احكم عليه هل هو قيمته true او false. يا اما اعطي قيمه عندي لل x، يعني مثلا لو كان انا عندي مثلا p of 4 مثلا او p of 2، فهنا عندي قيم لل x بقدر احكم على p of 4 انه هل هو true او false، بس p of x ما بقدر اعطيه قيمه true او false. بس لو اعطيت قيمه ل x بتحكي عن قيمه معينه p of 4، هلا بقدر احكم على هذه القيمه هل هي true او false. كيف بدي احكم عنها؟ بدي اخذ هذا القيمه واعوضها بدل x، فيصير عندي 4 اكبر من 3. هلا بقدر احكم على هذا البريديكت هل هو true او false، وطبعا عندي 4 اكبر من 3 قيمتها عندي true. طب لو حكينا عن p of 2 مثلا، برضو بدي أعوض عندي بدل قيمة x بقيمة 2، 2 أكبر من 3، وهذه القيمة قيمتها عندي هنا false. ممكن لبريديكت زي البريديكت الثاني اللي أنا عندي هنا qxy اللي هو x يساوي عندي y زائد 3، بيحتوي عندي على أكثر من variable، بيحتوي عندي على two variables. فبهذه الحالة بدي أكون عندي قيمة ل x قيمة ل y عشان أقدر أحكم على هذا الـ predicate هل هو true أو false. فعليا لما أجي أعطي قيم لـ x و y صارت زي الـ proposition، حولتها عندي لـ proposition، فبقدر أحكم وأعطيها قيم هل هي true أو false. فمثلا نيجي عندي هنا q 1 و 2، بدي أجي أعوض عندي بالقيم، هل 1 عندي يساوي
2 زائد 3 أكيد هذه القيمة خاطئة، فراح يكون عندي هنا false. بس لو كان عندي Q، المثال اللي عندي هون 3 و 0، 3 و 0، هل عندي 3 يساوي 0 زائد 3؟ أكيد هذه القيمة عبارة عن true. فهذه أول طريقة عشان أقدر أحكم على البريديكت هل هو true أو false، أني أحوله لبروبوزيشن من خلال إعطاء قيم عندي لـ x و y. بس بالعادة مش هذا الاستخدام المهم عندي للـ predicate logic. الاستخدام المهم للـ predicate logic لما أجي أستخدم إشي بسميه عندي لـ quantifiers. quantifiers ممكن يعتبر إذا كانها عبارة عن عمليات بتيجي عندي على الـ predicate logic. هي عبارة عن عملية على الـ predicate logic بتحدد عندي شرط معين على مجموعة من العناصر range of elements حسب الدومين اللي موجود عندي. هلأ رح نتعرف على نوعين من الـ quantifiers. في إشي بسميه عندي الـ universal quantifier، وفي إشي بسميه عندي الـ existential quantifiers أو الـ quantification. فرح نتعرف على هدول النوعين. زي ما حكيت هو زي كأنه عبارة عن شرط على هذا الـ predicate من ضمن مجال معين، من ضمن دومين معين. خلينا نبلش نحكي على هذا النوع. طبعا في عندي أنواع تانية من الـ quantifiers، بس هدول أشهر 2 موجودين وأكثر 2 مستخدمين في الـ predicate logic. أول واحد الـ universal quantifier، وبنرمز له بالرمز يلي هو زي الـ A بالعكس. خليني أشرح لكم الـ for all من خلال مثال. افترضوا مثلا أنا كان في عندي predicate P of X، X أكبر من 3، هذا هو عبارة عن الـ predicate تبعي. افترضوا كان عندي الدومين. طبعا لما أجي أحكي عن quantifier لازم أحكي عن الدومين، لأنه هو عبارة عن شرط على مجموعة من الأعداد. هذه الأعداد بالعادة بنمثلها من خلال الدومين، إيش القيم المختلفة اللي ممكن أعطيها للإكس. فافترضوا أنا كان في عندي هون الدومين، خلينا نحكي عن الأعداد الموجبة، بالعادة نرمزها بالرمز Z positive يلي هي positive integers، الأعداد الصحيحة الموجبة يلي هي 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية. هلأ بالنسبة لل for all نقدر نعتبرها لو نيجي نقارنها إيش الإشي اللي شبيه فيها بالنسبة لل propositional logic يلي هي عبارة عن ال and، وهي فعليا عبارة عن and، بس and لكل القيم اللي مختلفة اللي أنا ممكن أعوض فيها بقيمة x. بمعنى تاني لو بدي أجي أمثل أنا عندي هذا for all x p of x، طبعا ما راح أقدر أمثله كامل، طبعا for all x p of x هيك بنكتبها. لو بدي أجي أمثل على شكل propositional logic هي راح تكون عبارة عن p of 1 and p of 2 and p of 3 and p of 4 and p of 5 إلى آخره، لكل القيم المختلفة اللي بقدر أعبر عنها أو قيمة X تأخذها. طبعا عندي هنا infinite، الرينج عندي هنا infinite، فقيم X راح تكون عندي infinite، فما راح أقدر أعبر عنهم كلياتهم. هل إحنا نعرف خاصية مهمة بالآند؟ إذا كان واحد من هذه القيم عبارة عن false، الجواب النهائي راح يعطيني false، وهذا هو مفهوم الفور all. الفور all بقول لي هذا predicate صحيح لكل قيم X. طب لو في عندي قيمة واحدة ما بنطبق عليها الشرط معناته هذه الجملة خاطئة. زي ما شايفين عندي هنا مثلا P of 1 هذه false، P of 2 false، P of 3 false، صحيح انه كل القيم الثانية P of 4 P of 5 P of 6 كلها عبارة عن true، بس مدام في عندي قيمة واحدة على الأقل هي عبارة عن false فرح يعطيني الجواب بالنهائي رح يكون false. فلما أجي أحكي عن قيمة هذا الـ predicate for all x P of x قيمته عبارة عن false، يعني هذا الـ predicate بيجي بيحكي لي مثلا انه كل قيم x تحقق هذا الشرط. ايش هو الشرط؟ اللي هو x اكبر من 3. طب ايش القيم المختلفة لـ x؟ القيم المختلفة لـ x يلي هي عبارة عن الدومين يلي هو عبارة عن positive integers، الأعداد الصحيحة الموجبة. طب ناخذ مثال تاني برضه P of X بحيث X أكبر من سالب 1، الدومين positive integer،
اللي هي بنرمزها بالرمز زد بوزيتيف. طيب لو حكينا for all x p of x، هل هذه القيمة صحيحة؟ يس، كل قيم x بتحقق عندي هذا الشرط انه x اكبر من او يساوي واحد. ليش؟ انه انا عندي الدومين positive integer، الاعداد الصحيحة الموجبة، جميع الاعداد الصحيحة الموجبة هي اكبر عندي من سالب واحد، اذا هون قيمتها راح تكون عندي عبارة عن true. طبعا قيمة true false بيعتمد على شغلتين مهمات، ايش هو الكونديشن الموجودة عندي، ايش هو البريديكت، x اكبر من صفر، اكبر من سالب ثلاثة، اكبر اقل من خمسة، والشيء الثاني هو عبارة عن الدومين. يعني نفس هذا البريديكت p of x x اكبر من سالب واحد، لو كان عندي الدومين عبارة عن z اللي هو الانتجرز راح تكون قيمته عبارة عن false، لانه لما اجي احكي عن z معناته ممكن يكون عندي سالب 10 والسالب 10 مش اكبر من سالب واحد. في عندي هنا مثالين، خلينا نشوف أول مثال. في عندي p of x بدل إنه عندي x أكبر من 2، وبدي أشوف إيش القيمة for all x p of x. هل كل قيم x والدومين عندي عبارة عن real numbers؟ هل كل الأعداد الحقيقية أكبر من 2؟ أكيد لا، فراح تكون أنا عندي هنا القيمة عبارة عن false. المثال الثاني، عندي x زائد 1 أكبر من x والدومين عندي برضو عبارة عن real numbers. أكيد أي عدد لو أجمع عليه واحد راح يكون أكبر من العدد الأصلي، لأنه أصلاً زدت عليه صار زيادة بواحد، فإذاً هذه راح تكون قيمتها عبارة عن true. إذاً هذا أول نوع من أنواع الكوانتيفايرز اللي هو عبارة عن الـ for all. النوع الثاني اللي هو الـ existential quantifier، نرمزه بالشكل E بالعكس، وعادةً لما نجي نحكي باللغة الإنجليزية بنحكي there exists an element. في عندي قيمة واحدة على الأقل بتحقق عندي الشرط، فنجي نربطها في الـ proposition logic، هي فعلياً بتدل عندي على الـ or، الـ or تكافئ عندي there exist. نرجع للمثال اللي حكينا عنه قبل شوية، افترضوا أنا عندي p of x بحيث أنا عندي الـ x أكبر من 3، وافترضوا عندي الدومين كان عبارة عن z positive، الأعداد الصحيحة الموجبة اللي هي من 1 إلى ما لا نهاية. لما أجي أحكي there exist x p of x، لو بدي أجي أمثلها عندي على شكل proposition على شكل or، هي بتمثل عندي راح تمثل عندي p of 1 or p of 2 or p of 3 or p of 4 or p of 5 إلى آخره. هل احنا بنعرف بالآر عشان احكي انه هو عبارة عن true لازم على الاقل تكون عندي قيمة واحدة على الاقل بتساوي عندي true. فزي ما شايفين عندي هنا ال p of 4 مثلا بتعطيني عندي true، ال p of 5 برضو بتعطيني true، ال p of 6 برضو بتعطيني true. فاذا عندي هذا الكوانتيفاير عندي هذا القيمة البريديكت راح تكون عبارة عن true، there exists x p of x قيمتها راح تكون عبارة عن true. فمتى بحكي عن there exists p of x انها true؟ اذا لقيت قيمة واحدة على الاقل بتحقق الشرط. في الـ في الـ for all كنا نحكي بتكون عندي false لو لقيت قيمة واحدة ما بتحقق عندي الشرط بتكون false. بال there exists اذا كانت عندي قيمة واحدة على الاقل بتحقق الشرط بتكون انا عندي true. فهم تقريبا عكس بعض الاثنين. بال for all لازم كلهم يكونوا true عشان احكي عن القيمة انها true، لو لقيت قيمة واحدة ما بتحقق الشرط بحكي انه false. يعني مثلا هنا نرجع لل for all، بس مثلا شفنا انا عندي قيمة مثلا ال p of 1 ما بتحقق عندي الشرط فبنحكي عنه false، ونسيت احكي عن هذا المصطلح، وبنسمي هذه القيمة اللي ما بتحقق عندي الشرط بتخلي عندي الشرط false بنسميها عبارة عن counter example. يعني بالعادة لما يكون عندي ال for all اذا حكيت عنه false لازم يكون في عندي مثال بسمي عندي counter example، هذا المثال اللي خلاه عندي false هذه القيمة اللي ما حققت الشرط. بالنسبة لل for all بالنسبة لل there exist إذا لقيت قيمة واحدة بس بتحقق الشرط بصير عندي true، لو كانوا كل القيم false وقتها بكون عندي false. طب ناخذ مثال تاني وشوف الدومين كيف بيأثر عندي الدومين على the predicate، هل بحكم عليه true أو false. إذا كان عندي p of x x أكبر من 3 there exists x p of x، بدي اشوف قيمتها بس انا عندي الدومين، اكتب الدومين الاعداد الصحيحه السالبه z نيجاتيف،
معناتها الأعداد الصحيحة السالبة كلها، من سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة، سالب أربعة، سالب خمسة. هل في عندي قيمة سالبة أكبر من ثلاثة؟ أكيد لا. فإذا عندي هنا راح تكون القيمة عبارة عن false. مدام ما لقيت ولا قيمة حققت عندي هذا الشرط، راح أحكي عن هذا الـ predicate هو عبارة عن false. فكثير راح يصير نشوف أمثلة لقدام، وحتى الـ inference rules كلها بتعتمد عندي على الـ for all وعلى الـ there exist. نشوف عندي هنا مثالين على الـ there exist. هل في عندي قيمة أو there exists x p of x، p of x اللي هي عبارة عن x plus 1 equal x، هل في عندي قيمة لو جمعت عليه واحد بعطيني نفس قيمة x؟ أكيد لا، فهي راح تكون عبارة عن false. هل في عندي قيمة عندي هنا أكبر من 2 والدومين عبارة عن real numbers؟ يس، في عندي قيمة كثير، قيمة مثلا 5 بتحقق عندي الشرط، فإذا راح يعطيني عندي هنا true. بالمحاضرة الجاي راح ناخذ أمثلة أكثر وأكثر على quantifiers، نشوف إذا كان في عندي quantifiers أجا عنده or أو أجا عنده and أو أجا فيه implications، وراح نتعرف إيش بنسميه كمان instead quantifiers. بس كان الهدف من محاضرة اليوم نتعرف إيش يعني predicate، إيش يعني المفهوم الأساسي عندي لل for all with their exists.